انا يعني شايف ان عبد الله السعيد ده اسك لعيب في مم. الكره المصريه قدر إيه؟ ان هو يستفاد من النادي الاهلي ويحقق بطولات قدر ان هو لما مشي من النادي الاهلي والمشكله اللي حصل استفاد لما سافر السعوديه واستفاد من التركي الشيخ وكمان رجع على راح الدوري الفنلندي وبعد كده رجع على بيراميدز قدر ان هو يكسب ويحقق مقابل مادي كويس جدا وبعد كده 37 سنه عبد الله السعيد فخلاص كبير وموسم موسم ونص كمان مم. ف اراد ان هو يختم مشواره ويكون موسم موسم ونص مع قابلة للتجديد وموافقة الطرفين اوكي اراد ان هو يختم مشواره في ظل في وجود ظهير اعلامي وظهير جماهيري قوي مم طيب دلوقتي في نادي الزمالك جاب فريق على فريق تمام هل ده يعني في قوام فريق كان موجود في نادي الزمالك بس كان في مشكله من الفريق أيوة يعني المجموعه فهم. كانت لا ترقى لطموحات جماهير الزمالك كان حاجه ثانيه حضرتك فاكر انا في اخر حلقه قلت لك في مجموعه جمهور الزمالك مش متقبل وجودها في النادي ده حيث. وبالفعل تم التخلص منهم جميعا يعني في لعيبه كانتش ما كانتش تستحق انها تلتقي قميص الزمالك